مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاختياركم تونسنا تي في خلال هذا الفضاء. اليوم باش نحكيه على وزارة كبيرة، وزارة سيادة، وزارة كل التونسيين، كل الأطراف السياسية أجمعوا أنه لابد أن تكون هذه الوزارة محايدة، تغير الوزير في التغيير الوزاري الأخير. معنا اليوم باش نحكيه على وزارة الخارجية، الشؤون الخارجية، ما الذي يحدث داخل هذه الوزارة؟ اليوم واحنا نسجلوا في الحصة كان من المفروض اليوم الأربعاء 8 ماي 2013، واحنا نسجلوا في الحصة كان المفروض أن يكون إضراب مفتوح لكل الإطارات والموظفين والأعوان العاملين بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية مع ضمان حد أدنى من الخدمات ذات الصبغة الاستعجالية. في آخر ساعات يوم أمس فما مبادرات للتفاوض لفتح أبواب الحوار بين النقابة الأساسية وبين وزارة الشؤون الخارجية وبين الإدارات المداخلة الحقيقة في المسألة. سعيدة جدا باستضافة السيد حامد بن إبراهيم، كاتب عام النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية. أهلا وسهلا بك سي حامد. وسعيدة أيضا باستضافة السيد عز الدين الزياني، سفير سابق. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. وسعيدة أيضا باستضافة السيد جلال شلبة، رئيس قسم المجتمع المدني بالاتحاد الأفريقي. أهلا وسهلا بك. مرحبا. إذن سي حامد، لو كان نبدأ، لماذا تأجيل هذا الإضراب؟ ما الجديد؟ ما الجديد؟ نعم، أجلنا الإضراب تفاعلا مع العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية للمصالحة اللي موجودة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية، اللي انعقد أمس يعني برعايتها بالتنسيق مع المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، جلسة تفاوض في الساعات الأخيرة قبل الإضراب، وكنا نتمنوا قبل موعد الإضراب، وكنا نتمنوا أن الطرف الإداري راو دعاء إلى جلسات صلحية ولا جلسة صلحية في يوم أو يومين أو ثلاثة قبل موعد الإضراب، على الأقل باش يكون عندها يعني مردودية فعلية على التفاوض والتوضيح. يعني جلسة التفاوض كانت في الساعات الأخيرة، أي كانت على الساعة يعني الرابعة، يعني 12 ساعة قبل الساعة الصفر يعني. والطرف الممثل للإدارة كان على مستوى وفد، على مستوى الكاتب عام الوزارة، وفي الحقيقة ما كانتش ثم يعني إجابات واضحة على عديد من النقاط، مما استدعى تدخل رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة، واقترح أنه في مثل هذا الظرف، وبالنظر إلى أهمية الوزارة والسلك، ولما تبين له أنه يعني التفاوض لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة، يعني ثم حاضر وثم اتفاقات، والطرف الإداري شيء ما يجاوبش وشيء مش ملتزم وشيء وقع سابقا على أشياء وبعد تبين له أنه لا يمكن أن يوفي بها، فاقترح أنه توقع ثلاثة جلسات تفاوض على مستوى النقابة الأساسية ومن يمثل الإدارة، على أن تكون الجلسة الرابعة هي جلسة حسم يوم 20 ماي على مستوى وزير الشؤون الخارجية والمركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وبحضور سيد وزير الشؤون الاجتماعية في إطار اللجنة الوطنية للمصالحة الراعية للحوار هذا. ونأمل أن تكون الجلسة الأخيرة ليوم 20 جلسة تنهي مسلسل المفاوضات اللي نعم. عندها عامين ما بين النقابة والوزارة، وتنهي ما هو جديد ينتظر الحسم وما هو قديم ينتظر التفعيل. الأكيد أنه سادة المشاهدين اللي يسمعوا فينا طول يشوفوا فينا الآن يتسألوا ما الذي يحدث داخل وزارة الشؤون الخارجية؟ لماذا التلويح بالإضراب؟ لماذا الوصول إلى هذه المرحلة بالذات من التأزم من صحة التعبير؟ لأن الإضراب أكيد ما هوش وليد، أو المفاوضات والوضع إلى حد الآن مش وليد نهار ولا اثنين. ما هي أهم الخطوط العريضة للمطالب؟
أهم حاجة نود أن السادة المشاهدين والرأي العام يعرفها هو أنه المطالب ليس لها علاقة بمطالب مادية مطلبي. نعم. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه أهم المطالب مقترنة بالمطالبة بضمانات تشريعية، يعني نصوص اللي تمكن وزارة الخارجية المرفق هذا من أنه يؤدي دوره في أريحية دون ضغط، ويتمكن من أنه يخدم يدافع على مصالح تونس ويخدم المواطنين سواء في تونس أو خاصة الجالية في الخارج بدون أي مش... أي 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 مشاكل. الوزارة الخارجية اللي ما يعرفوش ما كان يحدث فيها سابقا هي من أكثر الوزارات التي تعرضت إلى ضرب جميع أصنافها من عمل الى سفرائها في الحق في الرتبه وفي التدرج، وهذا كان يعني بنيه مبيته للتمكن من فرض تسميات خارج عليها، خير من خارج السلك، من خارج التكوين، من خارج الاختصاص في الاداره المركزيه وفي الخارج. وهذاك علاش كانت الناس تتساءل قبل اي دبلوماسيه عند النظام السابق، واي مردود واي حضور لتونس في المنظمات الدوليه. يعني احيانا تكون ثم يعني حضور باهت واداء باهت ومقيد على اطارات وزاره الخارجيه، ولكن هم الاداء مرتبط بتسميه انسان بعيد كل البعد على الاختصاص، مش حتى كفاءات من الاداره، لانه تسمت بعض الوزارات، سمت بعض الكفاءات العليا من الإدارة ناس مختصة، ولما أتت الوزارة الخارجية في إطار استثناءات قدمت حتى الإضافة، ناس تكنوكرات قدمت حتى إضافة كسفراء ولا إلا أنه وصلت مرحلة قبل 2011 خاصة الخمسة ست سنين الأخرى اللي ما عادش تعرف شكون جاي للخارجية من جميع الاختصاصات ومن جميع المهن. ولت ناس تتسمى في الوزارة وفي الخارج، مما أثر على مردودية الدبلوماسية كقاطرة للتنمية ومردودية الدبلوماسية كقاطرة تنفع البلاد في الحفاظ على مصلحتها في الخارج. أثر على حضور تونس في المنظمات الدولية، يعني وصلنا كل بلاصة تفرق فيها إطار ولا كفاءة تونسية تعويضها صعب أو لا يمكن أن يتم، وفما مشاكل أخرى كبيرة اللي بقينا نجر فيها لمدة قبل الثورة وبعد الثورة، متعلقة خاصة بالعقوبات اللي ماهيش مقترنة إلا بفترة، لأن الرأي العام مش في باله يعني فما إلا فترة مثلا الوزير السابق، ما هوش صحيح، فما ملفات نتاع عقوبات وملفات تأديبية حتى ناس رجعت بعد الثورة بالمحكمة الإدارية ورجعت في إطار العفو التشريع العام، وما زالت توا في وضع صعيب، ما زالت ما خدتش مثلا إعادة جبر ضرر مسارها المهني، ما زالت ما وقعش إعادة بناء الكاريير نتاعها، والمشكلة أنه بقينا بلا إجابات، هم كأفراد بلا إجابات، وحتى كطرفنا نقابي هيئة مهنية في وصل الوزارة يفاوض من غير إجابات، إضافة إلى عدة حالات انضافت في الفترة الأخيرة سنتحدث عنها، نحكي على الفترة الحالية معناتها. السيد عز الدين الزياني سفير سابق، يعني هل يمكن أن نتحدث على مدرسة في الدبلوماسية التونسية، على مدرسة خاصة؟ هي مدرسة معروفة جدا، وللتذكير فقط مرة كنت في الاتحاد الأفريقي ضمن الوفد التونسي في اجتماع، وللأسف كان معناتها هناك سفير في ذلك الوقت وهو ليس من الوزارة. نعم. وأخذ الكلمة وأخذ موقفا لم يعجب بعض السفراء الأفارقة، فاتصل بي سفير السنغال في ذلك الوقت وقال لي بالحرف الواحد، إلى الآن ما زلت أتذكر ما قاله السفير السنغالي، قال لي: سيدي، كيف لتونس أن تعين مثل هؤلاء الناس وأنتم أول مدرسة في الدبلوماسية في إفريقيا؟
نحن تتلمذنا على المنجي سليم وتتلمذنا على الطيب سليم وغيرهم من عباقرة الدبلوماسية التونسية. فكيف تصل تونس اليوم إلى هذا المستوى؟ حينئذ بالنسبة لعديد الدول تونس تمثل مدرسة في الدبلوماسية وكانوا يعني يتابعوننا. أنا أتذكر لما أشارك في الاجتماعات الدولية يعني عديد الدول تأتي وتقدم لنا مقترحات وتطلب منا أن نعيد صياغتها لأنهم يعلمون أننا لنا مصداقية ولا نأخذ الكلمة للكلمة بل للإضافة وهذا كسب. نعم. ما الذي يحدث اليوم في الدبلوماسية التونسية؟ السيد جلال شلبة رئيس قسم المجتمع المدني بالاتحاد الأفريقي، في تقييمكم كدبلوماسي كواحد من إطارات وزارة الشؤون الخارجية، في تقييمكم الأكيد أنكم عندكم تقييم للوضع بعد 23 أكتوبر في الوضع الحالي. شكرا. لأن الناس كل تحكي على تغير في الدبلوماسية التونسية حتى العامة يعني. نعم فعلا سيدتي، نحن نتابع بانشغال كبير في كإطارات تونسية في الخارج وصلب المنظمات الدولية ما يحدث في بلادنا طبعا، ونتطلع إلى أن تكون أن تحافظ الدبلوماسية التونسية على ما كانت عليه في السابق. طبعا فترة ارتجاج التي حصلت عقب الثورة لم يكن هناك المتابعين الدوليين وعلى وكذلك على المستوى الوطني يلاحظون الارتباك في الأداء في أداء الدبلوماسية التونسية. ونرجو كون الارتباك شنو ملامحه معناتها؟ ارتباك من ناحية المواقف على المستوى الدولي وما أدت إلى برشا مشاكل، نشوفوا سوريا أدت إلى مشاكل في سوريا في عديد من الدول. ونرجو كون تعيين السيد عثمان الجيراندي وهو كفاءة من كفاءات وزارة الخارجية أن يعيد الدفة إلى المسار الصحيح. نعم سي حامد إبراهيم، كاتب عام النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية، طلبتم الحقيقة بتطبيق جملة من الاتفاقات التي تم إمضاءها من طرف الإداري وطرفكم بذولي من أفريل 2011 إلى أفريل 2013، يعني عامين من المفاوضات ومن الاتفاقيات ومن الوعود أيضا على ما يبدو، لأنه إلى حد الآن ما تمش تفعيل هذه الاتفاقات. أيضا فما تسميات في سلك الدبلوماسية التونسي، أيضا فما تسميات كمستشارين داخل مؤسسة وزارة الشؤون الخارجية، وهي تسميات معروفة بولائها لحزب معين، وأنتم كالمجتمع المدني طلبتم بحياد هذه الوزارة. هو كي لا نكون عدميين، السنتين من التفاوض يعني وصلوا إلى 9 محاضر لا يمكن أن نقول أنه لم يطبق منهم شيء، طبقوا منهم بعض الأشياء ولكن الكثير بقى غير مفعل والاستراتيجي غير مفعل. الاستراتيجي هو المقترن بالنظام الأساسي مثلا وما فيه من ضمانات، فما مثلا نقطة هي نقطة الحيف بين الزملاء نفسهم في التداول على المراكز الصعبة والخطيرة، هذه بالمفاوضات في الفترة الأخيرة وصلنا أنه اتفقنا مع الطرف الإداري أن تدخل كمعيار من المعايير، لأنه مش ممكن باش فما شكون يقضي 5 سنوات ويعاود 5 سنوات أخرى في بلدان يا إما فيها حرب ولا فيها صعوبات بيئية ولا أمراض وغيره يبقى يباشر إلا يعني في تداول على المواقع، تداول على 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 خاصة على الدول الصعبة اللي الخطيره، لانه صعبه ثم دول صعبه بالبعد ولا صعبه لانه بارده برشا، لكن فيهاش اشكال. كندا صعبه مصنفه صعبه لكن
ماهيش يعني ماهيش ماهوش اشكال كبير وصعبه بالبعد مثلا، اما فما الخطره اللي مباشر في مالي، اللي مباشر في العراق، اللي مباشر في الكونغو، اللي مباشر في نيجيريا توا، اللي مباشر في لبنان بالجوار السوري، اللي مباشر في الاردن توا مثلا، هذه يعني كلها دول وتتراجع القائمه هذه. اتفقنا مع الطرف الاداري وهذا اللي اكدنا عليه البارح في المفاوضات، انه النظام الاساسي هو راهو مجرد تحيين يعني لتنقيح للنظام الاساسي، مش كما القطاعات الاخرى طالبين بنظام اساسي جديد اللي باش يرتب اثار ماديه ولا مهلة. لا هم مجموعه من التنقيحات الغايه منها هو ادخال بعض الضمانات مش مثل هالشيء هذا. فما مثلا مشكله التغطيه الصحيه الدوليه، احنا ما وصلناش للمطالبه بمنحه خطر. نعم. اللي كما يعني مطروح المشكل مع زملائنا في قطاع الامن، ما وصلناش للمطالبه بمنحه خطر، احنا طالبين تامين صحي دولي يكون اضافي للشيء الموجود توا مع الكنام اللي ما يكفيش، خاصه في الحالات نتاع الترحيل من الخارج. وطلبنا امس من الطرف الاداري انه يحرص قبل ما يجينا الجلسات التفاوض القادمه أن يكون عنده الرد وتفاوض هو نفسه مع من يهمه الأمر، سواء على مستوى الوزارة الأولى أو على مستوى وزارة المالية، كي يحسم هذا الموضوع باش من يكون يباشر في بلاد فيها حرب ولا فيها أمراض خطيرة ولا حاجة يكون يعرف اللي راو لا قدر الله على الأقل مضمون أنه ما يبقاش 5 أو 6 شهور في الإنعاش في دولة كما وقع لزميلنا وهو مازال جاء بعد 6 شهور إنعاش في الباكستان. هذا جانب. فما هذا جوانب مطلبيه بالاساس، يعني هي مطلبيه مش معنى التحسين المادي، ولكن مطلبيه معنى حقوق على الاقل يعني الاساسيه، ضمان مرتبطه بضمان الحرمه الجسديه والصحيه لمن يباشر باش ينجم يكون يخدم باريحيه، والمرفق هذا يعني تنجم تعادلها بما يطالب به الامن من انه يكون عنده ستره ضد السلاح ولا الخوض والكل. بالنسبه للدبلوماسي ما طال له يطالب سلاح لا ستره ضد اللي مش مطروح عليه يخدم في بدله عسكريه ويكون مسلح، ولكن على الاقل يكون يعرف كي يكون معرض للامراض ولا معرض للاصابات واللي هو تحفظ له كرامته في ان يداوى في 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 بلاد. هذه مساله. انا سي حامد معلش تفضل سامح لي الكلام اللي يقول فيه سي حامد عنده تبعات كبيرة ياسر. ليش؟ لأنه مثلا هو من المفروض باش يكون الدبلوماسي لما يعين في مكان ما يكون مصحوب بعائلته، وأكبر معناتها مشكلات أعوان الوزارة أنهم كثيرا ما يكونوش مع عائلتهم. ليه؟ للأسباب هذه، لأنه مش معقول أنه يستحب عائلته ويعرضها للأمراض ويعرضها للمشاكل، ولا قدر الله في صورة ما وقع له حادث ما يلقاش حتى شكون يهز. فهنا يعني بطريقة واضحة، وهنا النقابة عندها حق في أنها تشدد على الموضوع هذا، لأنه هذايا سوف تكون له تبعات طيبة على الحياة العائلية للدبلوماسي. نعم. اللي هو في كثير من الحالات يعني تقع زوجته في تونس تقعد، لأنه هو مش معقول يمشي في أفريقيا ويهز زوجته للأمراض وغيره، وبطبيعة الحال وأبنائه وغيره. فلما تكون فما التغطية هذه، لما يكون فما المتابعة من قبل الوزارة ومصالحها، فيكون هو الدبلوماسي مطمئن. نعم. ويشتغل وباله مرتاح، يعني هذا زاد عنده معناتها مردود على الانتاجية بتاع الدبلوماسي. نعم. من مطالب أيضا بعض الوزارات وخاصة وزارات السيادة أولا وقبل كل شيء الحياد، وأنه هذه الوزارات معظم وزارات السيادة يتوفر لديها كفاءات لكي تقود هي المسيرة والمرحلة سواء هذه الانتقالية أو ما بعد الانتقالية، باعتبار أنه فما مدارس في العالم معروف عليها أنه كما مصر مثلا أنه المؤسسة الوزارة الشؤون الخارجية هي اللي تتكفل بكل، مفماش دخلاء على هذه الوزارة.
بالنسبة للحياة هذه خاطر هذه سمعت من أكبر إشكاليات المطروحة داخل وزارة الشؤون الخارجية. هو اللي تفضلت به على مصر هو يعني نحيي الاطلاع الواسع وعمق الملاحظة هذه، هو أنه الأسلاك الدبلوماسية في العالم تحكمها يعني مدارس. نعم. فما المدرسة المصرية اللي حافظت على خصوصيتها حتى بعد تشترك فيها كذلك مع ألمانيا وإيطاليا، اللي حافظت على خصوصيتها حتى بعد الثورة ولم يتغير فيها شيء، ولكن هم يعني مغالين في المهنية والحياد السلكي إلى درجة أنه عندهم الحياد المطلق، أنه حتى الوزير إجباري يكون من إدارات وزارة الشؤون الخارجية. هذا يعني إذا العبد يسمح نفسه أنه يعمل ملاحظة ذات طابع سياسي يعني مش ضروري، وغتاد يعني ثم شكون باش رغم أنه محمود لكن مش يعني الناس تكونت في المجال الدبلوماسي وتكونت في مجال العلاقات الخارجية وعندها عمد استاجيت وعمد ومن بعد تجيب حد معناتها لا يفقه هو أحيانا فما بعض الوزراء ما نحكيش أنا على مانيش نخصص في وزارة الخارجية، ولكن تجيب حد على رأس مؤسسة كبرى كما هكايا بدون أن يكون مطلع زاد هذه هذا لم يمنع مشكلة. أنه شدت وزرة ما هيش أبناء السلك نحلمه مثال شدت وزرة الحلم. مش العبد يكون منصف شدت وزرة سابقا ما هيش أبناء السلك وكانت يعني قادرة وكانت على كفاءة. أما المهم هو لأنه الوزير يعطي الخط نتاع العمل، وكيكون الخط واضح والخيارات واضحة يعني الآلة الدبلوماسية تكون تخدم بأريحية وعارفة كيفاش تخدم، يعني ماهوش إشكال. أما اللي احنا مطروح كذلك للتفاوض في يعني في حسم، هو عندنا يعني محضر جلسة فيه والتزام الإدارة ونحبه يكون مفعل في النظام الأساسي، هو مهنية السلك. يعني هذا سلك وظيفة عمومية فيها شروط نتاع انتداب وفيها شروط نتاع تدرج وفيها امتحانات يعني اللي تزيد تعمل الفرز بين 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 الزملاء. ماهيش آلية يعني اللي يدخل اليوم بعد 25 سنة باش يكون في هرم التسميات، فما فرز فما تعطيل اللي معروف في المسارات المهنية الكل، لأنه يعني عبد ما نجحش في كونكور ولا لأنه كانوا زملاء يعني متفوقين عليه في الحصول على شهادة علمية خذا عليهم تزكية في مناظرة ولا حاجة، هذا ما هي مسألة عادية. أما اللي يكون ضامن أنه السلك هذا يخدم لصالح مصلحة البلاد ولصالح الجالية في الخارج بدون أي تسييس أو تحزب، هو أنه الزملاء والإطارات يتم تكوينهم على الحياد يخدموا في الجمهورية دبلوماسية جمهورية محايدة تخدم التونسيين قطع على أساس المواطنة بعيدا على أي شيء آخر. وهذا لو فما حالات تطبيقية ينجم يتطرح فيها، من هو إطار قنصلي مثلا ويكون في الخارج يتطرح عليه الشيء ونقيضه، من شكون في السجن على 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 المخدرات الى من هو في قضيه ارهابيه، وتنجم تكون ارهابيه على اساس يساري او على اساس يميني. بالنسبه للموظف يلزم يشوفهم الكل كيف هي حاله قنصليه. رغم انه في تونس لحد الان فماش يسار عمل ارهاب الى حد لا نحكيك يعني فما لا لا, لا 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 مش في تونس يعني فما في نعم. فما يسار في العالم اخرى نعم من يعني في عالم آخر. الموظف نعم. القنصلي كيف يربى نعم. في العالم في المدارس نعم. الاطار القنصلي يشوفه كحالة قنصلية في حاجة إلى دفاع، في حاجة إلى زيارة في السجن، في حاجة إلى ربط الصلة مع عائلته، وتوفى غديك الموضوع. صلب الموضوع وعلاش تم الإيقاف ولذلك مسألة يتعهد بها القضاء. بالنسبة للسيد الوزير الحالي ووزير محايد، من مطالبكم أيضا أن يقوم بتحييد الإدارة، لأن الوزير السابق للسيد الوزير الحالي هو كان ينتمي إلى حركة النهضة، وكان الحقيقة عنده أجندة واضحة في وزارة الخارجية، أجندة سياسية عبر المستشارين اللي في تصريحات عديدة لرجال لدبلوماسيين للعارفين بشأن وزارة الخارجية، كانوا هؤلاء المستشارين يصلون ويجدون ويتدخلون حتى في التعيينات. شكون يجاوبني على السؤال هذا؟ نجم نجاوبك. نعم. المطالبة بتحييد المستشارين حسب علمنا مازالوا موجودين لحد الآن. المطالبة بتحييد الوزارة باش تكون المسألة واضحة. نعم. هو راهو بالأساس تعهد من الوزير قبل أن تكون مطالبات من أطراف أخرى.
وتعهد من الوزير، لأنه على الأساس هذا تم تسمية السيد الوزير فك المرحلة اللي معروفة وقتها جت مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة واللي تراكتاسيون اللي وقعوا والمطالبات بتحييد الوزارات وما هيش كان وزارة الخارجية فقط. التحييد مش ما ينجمش يكون ترجمته في 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 الاداء، لانه في الاداء انسان مهني خبير ما فماش حاجه باش يعجز فيها في الاداء تاع الوزاره، طبعا لانه فما كذلك الخط السياسي والدبلوماسي اللي يلتزم به الحكومه وهذا امر عادي. اما التحييد وضمان الحياد يكون بالتحييد، التحييد شكون؟ وجود المستشارين سابقا كان مساله قانونيه وعاديه لانه اقترنوا وجاءوا كمستشارين لوزير وعنده الحق باش يجيب. اما لما جاء وزير جديد وهو ابن السلك المفروض انه الاستعانه والعمل والاستشاره واللجوء الى خبرات الوزاره اللي هو يعرفهم حتى كاشخاص ويعرف قيمه قيمه الناس. والضغط اللي موجود هو ضغط اكثر منه حقوقي سياسي منه نقابي، لأنه احنا كنقابة في النقطة هذه عندنا رو جزء يهمنا التزامه هو الأخلاقي والسياسي تجاه الساحة السياسية الحقوقية، هذه مسألة تخصه هو. نعم. اللي نحكوا عليها احنا، ولكن هذه تعيينات خارجية اللي نحكوا عليها احنا هو ارتباط انتم من ضمن مطالبكم ايضا انه فما كفاءات في هذه المؤسسة اللي نحكوا احنا نجم يستأنس بها اي وزير لكي يعمل الخط الدبلوماسي نتاعو. اللي نحكوا عليها احنا هو ارتباط التسيير في الفترة اللي تعدت ببعض من المستشارين اللي كان عندهم أثر مباشر على تسيير الوزارة وخاصة على ملفات الموارد البشرية التعينات. اللي هي التعيينات. نعم. وعلى العقوبات التعيينات. نعم. سيدي نجم خاصة على العقوبات والعقوبات هذه ما زالت سارية وما زالت الناس ما اطلعتش على حتى حق الاطلاع على ملفاتها، وهذا اللي مخلي حالة الاحتقان يعني في الوزارة. يقولك يا اخويا ما دام وضعي الذي تقرر في الوقت اللي فات وما تغيرش توا، معناها اليد التي قررت في شأني في السابق ما زالت موجود. نعم. وهذا اللي مخلي حالة الغليان في الوزارة. قطع النظر على الالتزام كما قلنا السياسي الذي ربما الوزير يرد عليه في المجلس التأسيسي في حوار ولا حاجة، ذاك موضوع آخر. أما احنا مشكلنا مع حتى اليوم عملنا اجتماع عام. نعم. تقييمي بعد جلسة التفاوض اللي فات، الحالات نتاع الناس الذين عوقبوا من جميع الأصناف يعني متمسكين بالمسألة هذه أنه وضعهم تمس، فما اللي يقول لك وهند، فما اللي يقول لك لم يأخذ بعين الاعتبار لا حال للعامل الإنساني لا الإداري لا القانوني في 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 وضعي، تم على يد فلان أو فلان والشيء هذا ما زال متواصل. وهذا لا يمنع أنه نحيو شكون يعني واحدة زميلتك هي من الإعلام عرفت روحها يعني جت في الفترة السابقة كخبيرة مع وزير، الوزير الجديد يريد أن يستعين بإطارات الوزارة، واضح غاب يعني غابت الحاجة فغادرت وهي يعني تبدع في قطاعها، ما فماش مشكلة. نعم. نتحدث أيضا على حياد الوزارة، وخطر المستشارين الستة والعشر قديش من المستشار موجود من وقت الوزير السابق، يبدو أنه ما زال تثير العديد من التساؤلات، وخاصة في لأنه ارتباطهم في معاقبة وإلا في برشا حاجات وقعت داخل وزارة الشؤون الخارجية. هل يمكن أن نتحدث عن وزير محايد بإدارة يبدو بين زفرين نقولها، لأنه نعرف شكون جابهم وكيفاش كانوا مطلع على بعض المعلومات داخل وزارة الشؤون الخارجية، أنهم غير محايدين أيضا؟ سيدتي الكريمة، أنا معناتها أفضل أني أتناول الموضوع من الناحية العملية. نعم. يعني وسأستجهد ببعض الأمثلة. العمل الدبلوماسي هو عمل مهني عنده خصوصيته وعنده ناسه. فأعطيك مثال بسيط، في النظام السابق عين الرئيس السابق سفير في بلد ما، وطبعا
السفير يعول كثيرا على أبناء الوزارة، لأنه الرجل الثاني هو طبعا من الوزارة. فكانت هناك مشكلة، المشكلة تمثلت في كيفية الاتصال بوزارة الخارجية في البلد الذي سوف لن أذكره. فاقترح ابن الوزارة على السفير الذي لم يكن من الوزارة أن نرسل يعني مذكرة شفوية. فاغتاظ السفير، كيف؟ قال له يجب أن تكون كتابية. فقال له يا سعادة السفير، المذكرة الشفوية هي كتابية. لكن جهل السفير الذي لم يكن من الخارجية بأن المذكرة الشفوية هي كتابية طبعا خلق مشكل. فحينئذ لابد للوزير الحالي أن يعول على أبناء الوزارة، لأنه هذا شيء عادي جدا. أهل مكة أدرى بشعابها، يعني أنت عوض أن نضيع الوقت في متاهات فارغة، لأنه هذا المستشار القادم والذي عنده مش عارف يعني 8 أشهر أو عام أو أكثر من سنة، هو طبعا لا يقدر أن يكون ملم بكل جوانب الدبلوماسية التونسية، لأنه سيدتي الكريمة الدبلوماسية هي يعني خليني استعمل كلمة باللغة الفرنسية، هي ستون أكيوبيلاسيون، يعني تراكم. تراكم مش يعني خبرات يعني. وكما تفضلت سيادتك وقلت، يعني هي بطبيعة الحال خبرة. يعني مش معقول أنه إنسان عندك مستشار في الوزارة أو مدير أو مدير عام، لأنه في وقت ما الوزير لم يكن يتصل بالمديرين العامين، المديرون العامون كانوا يتصلون بالمستشار. يعني ما يكفيش يزمو قريه، يزمو يعلم المستشار الذي لم يكن على علم بالملف، هو يعلمه، وهذا المستشار بالمعلومات التي استقاها من المدير العام يبلغها للوزير. شفت يعني التعطيل. فالآن الحمد لله أنه الوزير من الوزارة هو إنسان ملم وعرف، وفي عديد المرات كان سفير، لكن هو في حاجة كذلك إلى معرفة الملفات من الناس اللي عندهم الملفات، وليس من الناس يعني ما عندهمش خبرة وما عندهمش دراية بالمواضيع الدبلوماسية. مثلا أنا متأكد لو وقع الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية قبل أخذ الموقف الذي أخذناه بالنسبة لسوريا، كانت الأمور ستكون مخالفة تماما لما هي عليه اليوم. لأنه يعني هناك دراية، هناك خبرة. يعني أنا لا أزج بك في متاهات، يعني نذكرك للتاريخ، سنة 65 الجامعة العربية قررت أن جميع الدول تقطع علاقاتها مع ألمانيا الاتحادية التي اعترفت في ذلك الوقت بدولة إسرائيل. الدولة الوحيدة والرئيس الوحيد الذي اعترض هي تونس. تونس رفضت قطع علاقاتها مع ألمانيا، وبعد أقل من 8 أشهر ذهبت الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع ألمانيا واستجدت ألمانيا لكي تعيد تلك العلاقات. يعني هناك رؤية. الدبلوماسية شنية هي؟ الدبلوماسية أنا نمثلها كيف ما مثلا واحد باش يشرب فنجان من القهوة السخنة، هي كالسحنة اللي تحطه باش تبرد الأمور. يعني هي مش معناتها استباق ولا غيره، هي رؤية، هي حصافة، هي استشراف. أنا نعرف مثلا بعد ناخذ القرار هذا أنا نقطع علاقاتي مع سوريا، وعندي 3000 تونسي يخدموا، 6000 يقولوا أبار اللي مش 6000 مش مقيدين. أي أنا 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 ما نقطعهاش أنا. أنا نلقى وتوظم أزمة كبيرة في التخاطب مع سوريا. أنا يلزمني نلقى معناتها كما نقولوا بالفرنساوي إنه تورلوبات، يعني طريقة من الطرق باش يا سيدي نعرب لك عن استيائي وعدم
معناتها رضاي على طريقة معاملتك للسوريين، لكن هذه ما يمنعش أني أنا عندي جليتي يلزمني نحافظ عليها وندافع عليها بكل ما أوتيت من قوة. يعني هنا هي الدبلوماسية، الحنكة هي أنه أنا ما نندفعش وراء الآراء هكا سخونة وكل، أنا أريض وناخذ وقتي، وخاصة تكون عندي رؤية مستقبلية. نعم. سيدي جلال شلبة، رئيس قسم المجتمع المدني بالاتحاد الأفريقي، حياد وزارة الشؤون الخارجية أيضا في ظل هالتجاذبات وفي ظل الاحتقان الحقيقة اللي يبلغنا أحيانا نحن كصحفيين من بعض الإطارات ومن بعض الأعوان، نسمع أنه فما تصفية حسابات داخل هذه المؤسسة، فما إقصاءات، فما إبعاد بعض الكفاءات المشهود لها، معناتها بالتراكم اللي كنا نحكيه عليه، بالخبرة إلى غير ذلك. صحيح. في الواقع كما ذكر الزميل سي عز الدين وسي حامد، حياد الإدارة ينعكس إيجابيا حتى ليس فقط على المستوى الوزارة، بل كذلك على مستوى الفعل السياسي والفعل الدبلوماسي صلب المنظمات الدولية. ويمكن لو وقع إسناد بعض البهام لبعض المستشارين الذين ليس لهم أجندة سياسية، باك جراوند خلفية مهنية. نعم. في هذه الحال يؤدي إلى الفعل يؤدي إلى نتائج عكسية التي ممكن أن تضر بمصالح التونسيين بالخارج، ومصالح مثلا نعطيك أمثلة، مصالح الإطارات التونسية العاملة بالمنظمات الدولية. نعم، لأنه فما إشكالية أيضا فيما يخص الإطارات التونسية العاملة بالمنظمات الدولية، لأنه تونس فقدت على ما يبدو بعض المواقع، معناتها بالتردد بالارتباك العديد المواقع المرموقة معناتها بالفعل. نعم. وقع، لم يقع إعادة اقتراح كفاءات أخرى عوض التي فقدت، وهذا طبعا يتأتى صلب محاولة الوزارة في المدة الماضية، بل مات بعد يريدون ليس تنصيب بس بلاسمون، فرض بعض الأسماء، والإطارات. نعم. ذات الولاءات الحزبية محاصة. نعم. ولكن محاصة في الدبلوماسية العالمية، وفي الواقع عندنا كفاءات. نعم. كبرى معنا في. نعم. في صلب الاتحاد، وأنا نشوف حتى عديت ببعض المشاكل اللي عينتها في الاتحاد الأفريقي، تقع مثلا رئاسة الجمهورية والوزارة تعطي تعليمات للسفارة في اتجاه معين، ولكن لا يقع تطبيقها، أو يقع فعليا يقع بعدها عرقلة مساندة. من يعرقل إذا رئاسة الجمهورية والوزارة؟ من يعرقل؟ مالوزمون لسوء الحظ بعض سفرائنا، بعض زملائنا لا يقدرون الموقف حق قدره. نعم. ولا يعملون فعليا لمصلحة تونس. نعم. احنا شفنا بعض المواقع المرموقة في العالم اللي كانت تونس والتوانسة وتونس تفتخر بأنه على رأسها دبلوماسيين وعلى رأسها كفاءات تونسية، فقدت في الفترة الأخيرة لأنه في التجاذبات، الرئاسة أحيانا تعطيك اسم، والترويكا أحيانا أخرى دعم لك اسم، والمعارضة أيضا كانت عندها حتى المستوى المنظمات الدولية بصفة عامة، لأنه أي تونسي يطلع، أنا أتصور هذه دربو تونس هو اللي يطلع. شوف كلامك صحيح سيدة الكريمة، يعني هو فما نقطتين لابد الإشارة لها. النقطة الأولى هو أنه بالفعل تونس فقدت العديد، وهذا مش من طوى، معناتها باش نكونوا واضحين. نعم. ونعطيه كل ذي حق حقه. نعم. يعني حتى في النظام السابق كانت هناك تجاذبات، وأفقدت هذه التجاذبات عديد المناصب وضيعتها على التوانسة، هذا واقع. نعم. أن نعطيك مثلا مثال واضح، لأنه هذا في الدبلوماسية متعددة الأطراف،
يعني ساعات الدول تجيك تقول لك أنا عندي مرشح نحبك تساندوا وتدعموا، ولكن إذا أنت عندك شخص لمنظمة أخرى أنا نساندوا منطقي وتقاسم. نعم. وهذا كان يعني في العهد القديم قبل معناتها في ال 14 أي كان 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 موجود، لكن في السنوات الأخيرة متاع النظام البيض يعني انقلبت الصورة، وصلنا حتى أنه بعض الحالات إلى وضع مزري. نعطيك مثل، كان هناك وزير للاتصالات، نعم، وقع تقديم ترشحه للمنظمة الدولية للاتصالات. السيد هذايا أنا كنت في بلاد، جاتنا معناتها البلاد هذه اتصلت بينا وقالت أنا عندي مرشحة نحبكم تدعموها، فقلنا لها احنا راهو للأسف باش ندعموا المرشح الإفريقي اللي هو من مالي. نعم. فاحترمونا وقالوا فانتهى الموضوع وصارت العملية على مراعنا. تقريبا بعد يمكن جمعتين إلا أسبوعين إلا وتقدمت تونس بترشيح الوزير في ذلك الوقت للاتصالات لهذا المنصب، وطلبوا منا أن نطلبوا دعم البلاد اللي احنا نمثلوا فيها، نمثلوا في تونس فيها. نعم. فموقفنا كان محرج. المصداقية. المصداقية. نعم. كيفاش نعم. أنت تبعث لي تقول لي راو قول لهم اللي احنا باش ندعموا المرشح المالي، ثم فيما بعد تتراجع وتقول لي لا راو ورشحنا وزير. وبالفعل معناتها لأنه الدبلوماسي ما تعرف وفهم حاجة، الدبلوماسي لابد أن ينفذ التعليمات اللي تجيه من الإدارة المركزية. نعم. ما عندوش باش يتفاوض فيها ولا يقول تعليمات تعليمات كما الجندي كما رجل الأمن. نعم. وهيك تعليمات تنفذها. طيب فاحنا نفذناها ولكن صرنا وضحوك، ما أنت تشوفك المصداقية متاعنا. واللي أكثر من هذا أنه المرشح متاعنا ما تحصل إلا على صوتين اللي عمرها ما صارت لتونس. يعني تونس إذا فقدت منصب وترشحت له وفقدته، يعني المرشح على الأقل يكون متحصل على ثلث أو حتى 40% من أعداد الأصوات. نظرا للاحترام الاحترام اللي كانت تتمتع عليه عندها رمزية على الأقل، حتى ولو ما يترشحش الشخص لكن تبقى رمزية. نعم. مدى يعني درجة قبولك في 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 المنتدى الدولي. بالنسبة الذي حدث في الوزارة السابقة، لأنه الوزير هذا حديث العهد ويبدو أنه داخلين معاه في تفاوض، ما نحبوش نحكيه برشا على هذه الفترة، إن شاء الله تكون فترة خير باعتبار أنه وزير محايد وهو مطلب من مطالب المرحلة، وجاء بعد دم أيضا الشهيد شكري بالعيد اللي فجر حالة في البلاد استوجبت أن حكومة تسقط وحكومة أخرى تتعمل، يعني مش بالسهل. الآن تحسوش فما حوار بينكم وبين الإدارة، باستثناء أنه في الساعات الأخيرة حابوا يحكيوا معكم، فماشي هكا بوادر انفراج فماشي؟ هو الحوار في المطلق راهو عمره ما انقطع. نعم. هما لو كان ما كناش نتحاور ما وصلناش لتسعة محاضر جلسات. المشكلة في الحوار الذي يقدم بالأشياء والذي يوصل إلى الإنجاز، هذا هو اللي احنا نطالب به. اما الحوار والا المحاضر التي ليس لها من قيمه اكثر من الحبر الذي تخط به والاوراق التي تكتب عليه، يعني هذا اللي خلى الاحتقان وخلى حتى الزملاء يقول لك يا خويا مسار التفاوضي هذا شنو مسلسل يعني لا ينتهي، وكل مره تقولنا امضينا. المشكله في التنفيذ، وللامانه مشاكل التنفيذ فيها حتى أشياء متعلقة بخارج الوزارة، تحديات موجودة مع وزارة المالية مع الوظيفة العمومية. احنا اللي نعيبوها للطرف الإداري هو نحسوا أنه ما ثماش حرص كبير على المشيان للوظيفة العمومية، والوزارة المالية
للدفاع على الملفات هذه، على غرار ما نشوفه في بعض الوزارات الأخرى، لأنه التفاوض المهني الاجتماعي في وزارة الخارجية ما هو استثنائي أو في المشهد الوطني، ومش أي مطالبات طالبت بها النقابات الأخرى خذتها 100%، وهذا عادي يعني، لأنه تفاوض هو في العمل النقابي، معروف العمل النقابي التفاوض. والوزارات الأخرى تشوف حاجة يتم التحصل عليه وحاجة لا، لكن لما يكون الشيء المتعلق بخارج الوزارة فيه إشكال وينضاف له شيء متعلق بالقرار داخل الوزارة فيه إشكال، لما نقطة اللي أرقت حتى الرأي العام اللي هي مسألة إطارات وزملاء وحتى من أسلاك تحت درجة الدرجات القيادية معرضين للعقوبات ويحبوا يعرفوا شنو اللي جرى لهم، علاش؟ هذه متعلقة بالقرار داخل يعني داخل الوزارة. يعني إلى حد الآن ما يعرفوش شنو هي أسباب هذه العقوبات. يعني شكون اتصل بهم؟ يعني كيفاش؟ معنا كيما القضاة هذه الحكاية، كيما يعني تقريبا كيما القضاة المعزولين اللي بعضهم معناتها شفاهيين قالوا له اقعد في دارك، وإلى حد الآن ما فماش ما يفيد. شنو هي التهمة اللي هي تو ثم منطق في الأشياء. نعم. الوزير السابق لما حكاه في الراديو على سمى حتى بالبلاد اللي السفراء هذوما عندهم فساد مالي وإداري. نعم. يتلوها نورمالمون توجيه، يعني توجيه لوم ولا حاجة ولا أنذار ولا يحيلوها القضاء ولا يحيلها القضاء. نعم. وإلا وعلى الأقل مجلس التأديب. المجلس التأديب احنا لا يمكن أن ينعقد يعني في السابق، يعني ديرنييرمون باش نشروا شكون ينتمي إلى المجلس المركزي. يعني عقوبات لم يحترم فيها الضمانات القانونية الأدنى القانونية، ومش حتى الإدارة اعتبرت أن هذيك غلطة وانتهت ونولي نتعامل بإيجابية مع الإطارات هذه ولا مع الزملاء هذوما، أن ندمجهم في المسار نتاع العمل والخطر يعني الوظيفية ويقدموا نفس للبلاد. الإشكالية اللي واقعة في وزارة الداخلية من إقصاءات من عزل، نفس الإشكالية اللي واقعة في وزارة العدل زاد أيضا تعيشها وزارة الشؤون الخارجية. هذاك علاش أمس احنا كنا واضحين، كنا لما راو ماهوش تفاوض باش نعملوا فقرة باش نعملوا فقرة في المحضر على واتفق الجانبين على مراجعة أو النظر في موضعية الزملاء وتمكين الطرف النقابي من إجابة. هذه موجودة في برشا محاضر أخرين، أعطيناهم بالاسم فلان الفلاني نقطتين، إذا ما عنده شيء إيش باش يوقع فيه، كان عنده حاجة المجلس المركزي إيش باش يقرر في وضعيته. يعني احنا ما نحبوش الكوجستيون مع الإدارة، مش احنا باش نسير مش تنولوا نحل محل الإدارة، إلا أنه فما أشياء يجب أن يكون ثم عليها إجابة. ما تنجمش في الهواء ولا قررت أنك أنت تسوي الوضعية وماخذ وقتك باش تعلمه وقتاش باش تعلمه بأنك سويت وضعيتك. نعم. وما تعلمنيش أنا كطرف نقابي بأنه لا الحالة هذيك راهي تم تسويتها وراو الموضوع في البايب وراو باش ياخذ مثلا حقه، والأجل نتاع باش ياخذ حقه راهي باش تصدر في الرايد الرسمي مثلا بعد شهر ولا شهرين، تسكت الناس ما فماش إشكال. نعم. هذا بالإضافة أنه سمعنا أيضا أنه الدبلوماسية التونسية، تعرفوا أنه المرأة التونسية كانت دائما حاضرة في الجامعات ومكونة أيضا ولا تقل أهمية وشأنا عن الرجل، والحمد لله في تونس أن احنا تجاوزنا هذه عقد رجل وامرأة، نتعاملوا مع الإنسان ككفاءة بقدر بغض النظر على انتمائه الجنسي. ولكن أيضا يبدو أنه في الفترة الأخيرة سمعنا هكايا معناتها قلت لك تسريبات للصحفيين أنه فما وكأنه فما إرادة سياسية لإقصاء النساء من العمل الدبلوماسي خاصة خارج حدود الوطن. كلمه على الـ على الـ على الـ على المشهد اللي موجود في وزاره الخارجيه من حيث حضور المراه، وبعد تو نجاوبك على موضوع الـ موضوع الـ ما حكوا عليه حتى في الاعلام استهداف العنصر النسائي. نعم. في سلك الدبلوماسي. وزاره الخارجيه هي جزء من المشهد الوطني من حيث حضور المراه ودرجه تواجد المراه ككفاءه في المواقع القياديه في لا في الموارد البشريه اون جينيرال. نعم. ما تفرقش على النسبه اللي موجوده للمراه في الجامعه، نسبه ظهري 53 47، والنسبه اللي موجوده في التعليم والموجوده في الصيدله والموجوده في بين القضاة والمحامين، نفس المشهد اللي موجود في وزاره الخارجيه عدد الاطارات النسائيه.
تعدوا بنفس التحديات ونفس الصعوبات ونفس المشقات بالنسبة للمناظرات وبالنسبة للتدرج وبالنسبة للإثبات إثبات الجدار. نعم. ويجوا حتى الأولين في الدورات اللي تتعدى، عادة الدورة فيها ما بين 14 و20 كل عام ولا 25، يعني متألقات بشكل جيد. إلا أنه لما تشوف مدى حضور المرأة في وزارة الخارجية في المواقع القيادية قليل برشا، يعني على 86 يعني مركز في الخارج ما بين سفارات وقنصليات عامة وقنصليات، ما ثم حتى قنصلة عامة امرأة أو حتى قنصلة امرأة، ودار حتى في السابق ما وقعتش، مش حكاية جديدة. وبالنسبة للسفارات بقى ديما العدد يتراوح ما بين واحد زوز ثلاثة أربعة، وحاليا ظهر لي مازالوا يعني قائمة بالأعمال بأقل درجة من سفير مباشرة، وإذا ذكرتي ما تخونيش زوز سفيرات. العقوبات اللي وقعت دارنيرمون، نعم، وهذا ما أثار انتباه الرأي العام، مست من ستة إطارات نسائية مباشرة في الخارج مست نصهم، ثلاثة. نعم. يعني ثلاثة ربما كعدد ما نشوك با، ولكن ثلاثة كي تاخذه بالنسبة اللي هو يمثل 50%، تغيير 50% من وجود الإطارات النسائية في قطاع معين يعتبر يعني حاجة تثير الانتباه، وهذا ما خلى وسائل الإعلام والحقوقيين والسياسيين يتساءلوا هل ترى ثم استهداف ومنهج للنساء في وزارة الشؤون الخارجية. وهذاك علاش النقابة كانت واضحة في المسألة هذه، يصير طبعا يعني ندافعوا عليهم كزملاء بقطع النظر على الجنس وكإطارات، أما مع تأكيد على أنه حق النساء في أن تتقلد الخطط الوظيفية وتتحمل مسؤولياتها. نعم. وتخدم بلادها، ولكن إذا فما ميز جنسي داخل المؤسسات هو كان من المفروض يكون تمييز إيجابي، يعني أنك مثلا توصل حتى تعمل كوتا، يعني فما وقع إجماع وطني على أنه نعمل التمييز الإيجابي في الهيئة العليا لحماية الثورة في الأول، وفي وفي الترشحات في المجلس التأسيسي وفي تركيبة القوائم والمناصفة. هذا يعني إجابة مجلس تأسيسي كما نشوف فيه، والحضور النسائي الموجود في المجلس التأسيسي، ولكن مع الأسف الشديد في مؤسسات سواء في الداخلية أو في مؤسسات السيادة خاصة المرأة لا تتبوب بالمكانة اللي مفروض أنها العلمية اللي تستحقها، لا لشيء لأنها امرأة. مع الأسف الشديد بدينا بعد قداش من عام استقلال نتحدث بمرارة الحقيقة على هذه، لأنه المرأة هي أم واحد وأخته وزوجته، هي بنته أيضا إذا تكون مهدة في مثل هذه المؤسسات اللي هي مفروض أن فيها مفكرين وفيها ناس معناتها عندهم مستوى علمي كبير جدا، وأصحاب القرار السياسي أيضا اللي واضح الاتجاه اللي نشوفه فيه بالإحصائيات وبالأرقام، ونحن لا نتجنى على أحد. في كلمة أخيرة باش نعمل تور دو تابل، يعني ما هي الانتظارات بالنسبة لكم؟ التحرك هو الحل، الإضراب هو الحل، التفاوض هو الحل، الضغط هو الحل، ما هي انتظارات في الأيام القليلة القادمة؟ في جميع الأحوال لمصلحة البلاد والسلك والمنتفعي بالخدمات اللي تقدمها وزارة الخارجية، الإضراب ليس الحل، لأنه الإضراب وسيلة ضغط. نعم. يوصل لها من يعني ما بقاش عنده حتى سدت في وجه الأبواب. نعم. هذه مسألة مبدئية، الإضراب هو وسيلة ضغط يعني للرجوع إلى طاولة التفاوض الجدي، ونتمنى أنه ما نوصلوش، ونتمنى أنه الموعد نتاع 20 ماي يكون هو موعد توقيع على محضر ختامي لمسار المفاوضات. نعم. أن 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 النهائي، وعلى الأقل حتى ما سيبقى مفتوح، تبقى مسائل اللي ما زالت متعلقة مثلا بتتبرمج في السنة القادمة لارتباطها ببيجي ولا هذه مسائل عادية، أما يتم حسم كل ما هو متعلق بالإرادة على مستوى رئاسة الإدارة، وكل ما هو متعلق بالملفات اللي موجودة في الإدارة،
يعني مش صعيبه. راهو الوزير ينجم يقول للمتفقد العام مكن الزملاء ال 24 ولا 25 هذوما من الاطلاع على ملفاتهم، كان ما عندهم شيء مكنوهم من ورقه تفيد انهم انضاف، كان باش يمشوا يشكيوا للمحكمه الاداريه اللي هو على الاساس هذاك ينجم يشكيوا، انتهى الموضوع. نعم. والتفاوض احنا نعتبروه هو الحل. ودايور في 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 حتى في النهج نتاع الاتحاد العام التونسي للشغلي اللي احنا كنقابه اساسيه ننتموا له، عمره ما سد باب التفاوض، والتفاوض مشى له الاتحاد حتى بعد ما صار في 4 ديسمبر وما سالت. نعم. من قبل التفاوض وقبل اللجنه وتو ينادي للحوار وعنده وطني. حوار. نعم. وطني، يعني الفلسفه الكامله في العمل النقابي في العالم وفي الحوار الاجتماعي في العالم الكل قائم على التفاوض، لانه احنا من غير اداره ما نجموش نكونوا نقابه. نعم. والاداره بدون نقابه ما تنجمش تحكي انها عندها مناخ اجتماعي. نعم. والاساس المفروض يكون مبني على 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 على, على الشراكه، وان شاء الله يكون يتعاملوا معنا بجديه وياخذونا بجديه كطرف يسعى انه يقدم. وربما كان مازال عندنا الوقت، احنا راهو مش كان المطالبات هذه، قدمنا للاداره تصور كامل على الرسكلة والتكوين المستمر في جميع طبعاً. في جميع نعم. في جميع الاختصاصات. نعم. سي عز الدين زياني وانت سفير سابق، يعني في كلمه، هل يمكن ان تعود الدبلوماسيه التونسيه الى هاللحظات؟ خاطر شهدت لحظات في تاريخها، لحظات قويه يعتز بها كل دبلوماسي تونسي اشتغل في هذا الحقل اللي قلنا معناتها عنده قواعده وعنده ضوابطه، هل يمكن ان تعود وكيف تعود؟ في كلمتين. نعرف انه سؤال فيه اكثر من الوقت هذا. اولا نعم. اولا انا ننصح نصيحه انه تقع عمليه رفع يد عن وزارة الخارجية. نعم. مالوفي. يلزم السياسيين في تونس يفهموا اللي الوزارة هذه ماهيش البقرة الحلوب اللي عبرها هي باش يسميوا جماعتهم ويستنفعوا ويغرفوا إلى غير ذلك، من ماهيش غنيمة. وزارة الخارجية هي وزارة سيادة، وهي قاطرة كما قال سي حامد، هي قاطرة للعمل بشكل عام. الاقتصاد ما ينجم يزدهر إلا بالخارجية. الدفاع متاعنا ما تنجم تدافع عليه وتعرف معناتها المداخل والمخارج متاعه إلا وزارة الخارجية، بحيث هي راهي بوابة المصالح التونسية. بوابة المصالح التونسية يلزم رفع اليد عليها، يلزم يخليوها الوزير هذا يخدم. كيفاش يخدم؟ لأنه الملفات كثيرة، واللي التركة ما هي سهلة. نعترف أنا معناتها التركة اللي خلوها له ما هي سهلة، خلوا له تراكمات كبيرة ومعناتها يلزمه معناتها يخص لها الوقت. لكن أنا أدعو في نفس الوقت إلى التعجيل بإعادة النظر في عديد الملفات، الملفات الهامة، مثلا إعادة الانتشار للدبلوماسية التونسية. نعم. إعادة الانتشار، لأنه مش معقول باش نكملوا نخدموا بالتمثيل الدبلوماسي الحالي. وإعادة الانتشار هذه ستفتح أفق جديدة، وينجموا العاملين في القطاع معناتها تنالهم التعيينات والتسميات في الخارج. نعم. لأنه وقت اللي احنا تو مثلا نعطيك مثل، ما هوش معقول باش تونس إلى اليوم ما عندهاش سفارة في ماليزيا، في كوالالمبور، وهي دولة صاعدة اقتصاديا، يعني الواردات نتاعها 60 مليار دولار سنويا، هذوما كل ما نلقاوش فيهم احنا 500 مليون دولار، وهو بلد 80% منه مسلمين، يعني هذا مش معقول. كذلك الفيتنام دولة معناتها عظمى، اليوم ما عندناش تمثيل دبلوماسي في 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 هالدول هذه. امريكا اللاتينيه باستثناء البرازيل والارجنتين ما عندناش تمثيل. افريقيا اللي اليوم معناتها العالم كل يشكو من الازمه الاقتصاديه، الا افريقيا نسبه النمو نتاعها الاقتصادي 5% سنويا.
الحضور التركي والمغربي والجزائري يعني، ولما نحكوش على المصري عندها في كل دولة حضور أقل يعني شيء 20-29 بعثة، وهي رو الناس يمشي في بالها هو مصروف، لا هو استثمار ترجع ما يعادله 4-5 مرات. يلزم تقع إعادة انتشار، يلزم رؤية جديدة للدبلوماسية على أساس الكفاءة، لا على أساس المحاصصة الحزبية، مش نغذيه فلتان ونعطيه معناتها بوست في دولة باش هو على خاطر هو تعذب، ولا هو هذيك تعذب عنده آليات العدالة الانتقالية ربما، ولكن من يمثل البلاد لابد أن يكون على الأقل عنده أبجديات العمل الدبلوماسي أكثر. نحن من أبجديات نطالبه هو التكوين، وساعات سمحني سيدتي الكريمة ساعات يعني ممكن أنا السيد هذي اللي هو ربما عانى من السجون وغيره، يا سيدي أنا ما نعرفش، أنا نعطيه نشير يستغلوا، ولا نعطيه حاجة أخرى في تونس، ولكن ما نخليش الأمور الاقتصادية والأمور السياسية الكبيرة يعني في معناتها تدهور. يا سيدي أنا نعوض له تعويض آخر، ولكن مش بالأمور السياسية والتعيينات السياسية. واضح. سي جلال شلبة رئيس قسم المجتمع المدني بالاتحاد الافريقي، كلمة ختامية. شكرا سيدتي. أنا حبيت نحكي أخيرا على وجوب إرساء استراتيجية صلب وزارة الخارجية أو بالتعاون مع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء في اتجاه مساندة الكفاءات التونسية والإطارات التونسية العاملة صلب المنظمات الدولية. نعم. إلى حد الآن اللي نشوفه كانوا ما فماش آلية صحيحة لآلية كما تحدثوا الإخوان قبيل على الكانديداتور على دعم الترشحات وكذا، فما عندنا العديد من الكفاءات تشتغل بالمنظمات الدولية لكن ما فماش مرافقة من جهة الدولة والحكومة التونسية. دونك اللي ندعو له هو إرساء وحدة أو إدارة أو شيء كما هذا، واستراتيجية خاصة لدعم الحضور التونسي صلب المنظمات الدولية. نعم، شكرا لهذا الحضور. شكرا لك سي حامد بن إبراهيم كاتب عام النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية، شكرا سي عز الدين الزياني سفير سابق، وشكرا للسيد جلال شلبة رئيس قسم المجتمع المدني بالاتحاد الأفريقي. كنا نتحدث عن التجاذبات الحاصلة داخل وزارة الخارجية، إن شاء الله فما كان الخير. إذا شفتوا عادة البلاتو هذا يكون فيه برشا سياسيين واختلافات إلى غير ذلك، شفتوا هذا الحوار هذا لأني في حضرة سادة دبلوماسيين ديدنهم في آخر المطاف هو الحوار الهادئ والكلام الهادئ. شكرا جزيلا وإن شاء الله فما كان الخير. سمعني قبل ما ننسوا للتاريخ، أنت قبليك سألتني قلت لي الدبلوماسية التونسية كانت في أعلى مستوى، بالفعل كانت في أعلى مستوى، وأنا كنت سفير في الكونغو وذهلت من معلومة أعطاها لي إنسان مقيم في البلاد هذه، قال لي أنه في وقت من الأوقات كان سفير تونس يجيه سفير أمريكا يطلب منه التدخل لدى السلطة الكونغولية باش يقبلوا سفير وزير من الوزراء الكونغوليين. يعني شوف قيمة الدبلوماسية التونسية، السفير الأمريكي يطلب من السفير التونسي باش يتدخلوا لدى الكونغوليين باش يستقبلوه ويحكيوا معه. نعم. شوف وين كنا بالكلام زي ان شاء الله نرجعوا في تألق الدبلوماسية التونسية. فما برشا لغط الحقيقة، فما برشا تصرفات احيانا حتى من رئاسة الجمهورية المؤقتة وتصريحات دبلوماسيا تعمل فينا ما تعمل، ولكن ان شاء الله فما ان شاء الله لباس، وان شاء الله ما فما كان الخير، لانه في اخر المطاف تونس هي فوق الجميع، وفي اخر المطاف ابناء تونس الاحرار هم اللي باش يدافعوا على راية البلاد. شكرا جزيلا لكم، وتقابلوا في الخير إن شاء الله.